خمس عطور بريحة بخورية فخمة وجميلة جدا. كيرلان السنف بوتيك من أجمل العطور اللي فيها ريحة البخور بطابع باودري لطيف بأداء قوي جدا. The Black Knight من فرانشيسكا بيانكي عبارة عن ريحة الجلد مع ريحة بخورية مدخنة بطابع باودري سموكي جميل جدا جدا مع تاتش عسل لطيف والعطر أداؤه قوي جدا. طبعا أمواج انترلود والمفضل عندي هو البلاك آيريس في ريحة اللبان مع ريحة البخور المدخنة مع ريحة الآيريس الباودري والجميلة واللطيفة جدا مناسب جدا للجنسين مع المصنف رجالي بأداء لا يوصف. من أجمل عطور البراندز العربية هو الإكسير دي إزميرالدا من البراند العماني أرتال من ريحة اللبان العماني المدخن مع ريحة عنبرية فروتي نوعا ما وباودري وفخم جدا جدا بأداء قوي وسعر ممتاز. أقوى العطور الديزاينر بنتلي فور من أبسوليوت عبارة عن ريحة البخور مع ريحة اللبان السموكي الباودري عطر جميل وقوي جدا جدا للناس اللي تحب العطور الشرقية والعطور البخورية. أداء العطر قوي بسعر ممتاز مناسب جدا كمان للجنسين. واحد من أقوى عطور الديزاينرز كمان هو بلاك إنسنس ملكي من شوبارد بريحة البخور وريحة العود المدخن عطر قوي جدا فخم وراقي للناس اللي بتحب العطور الشرقية وعطور البخور مناسب للجنسين بأداء متفجر.